السلام عليكم، تحية طيبة وتقدير لكل الأخوة المتابعين. طبعا كما تشاهدون نحن في مجلس الخدمة الاتحادي لمتابعة عملية إصدار الكودات وتحديث المعلومات للمشمولين إن شاء الله، والذين يستعدون ربما للتقديم على الدرجات المدورة في حال تمت الإجراءات الموافقة عليها في وزارة المالية مكتب رئيس الوزراء، وأيضا إعاز لمجلس الخدمة الاتحادي لإطلاقها. طبعا عملية التحديث مستمرة من 7/4 لغاية 7/5، وإذا استحقت المدة تمديد إن شاء الله ستمدد هذه المدة في حال استحقت التمديد. المشمولين في التقديم والتحديث والمنح الجديد كل خريجي 22 الأوائل ولغاية قبل يوم الإغلاق بيوم لحملة الشهادات العليا لعام 23. في موضوع آخر، التعيينات الخاصة بهيئة النزاهة الماستر اليوم إن شاء الله راح تذهب كتبهم للتعليم العالي، وبقية الأوائل في النزاهة ستستدعيهم النزاهة بكرة أو بعد بكرة إن شاء الله. بخصوص كتاب المعهد العالي للاتصالات، هناك بعض الإجراءات الإدارية بين المجلس ووزارة المالية، ومن أجل التسريع بعملية إرسال البيانات لوزارة الاتصالات. أما فيما يخص العلوميين الاحتياط، أيضا الوجبة الأخرى كملت إن شاء الله بانتظار عمليات التدقيق والإجراءات، وبعدها ترسل الوجبة الثانية إلى وزارة الصحة. هذه المعلومات ومعلومات إضافية في حال استجدت سنقوم بتزويدها إليكم إن شاء الله أول بأول. شكرا جزيلا.